أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان. أنا الإنسان هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الحلقة التعددية ودورها بالتنوع في الحياة. فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. إدارة التنوع أيها الأحبة تعني إدارة التعلم والسلوكيات التي تصنع مفهوم العيش المشترك. فإدارة التنوع هي علم تعني القبول بالآخر وجعل العالم مكانا آمنا ومتعايشا بطريقة أفضل، سواء كان هذا العالم هو مؤسسة أو أسرة أو مجتمع أو وطن. ولذا يعتبر النجاح هذا العلم الإداري من أهم التحديات الكبرى للقرن 21. فالتعايش يصبح صعبا في ظل استمرارية ظهور عدد كبير من الحركات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية التي صنعتها ما يسمى الثورة المعلوماتية أو اقتصاد المعرفة. فالسمة الرئيسية اليوم أننا نستطيع أن نتعايش في ظل اقتصاد منفتح وفي ظل قرية أصبحت صغيرة مع تنوع كبير. التعايش يعني التعلم للعيش المشترك والقبول بالتنوع بما يضمن وجود علاقة إيجابية مع الآخر. فهوياتنا اليوم هي تقوم على صفتها في قدرتها على التعامل والعلاقة مع الآخر. فعندما تكون العلاقات إيجابية وعلى قدم المساواة مع الآخر، فإن ذلك سوف يعزز كرامتنا وحريتنا واستقلالنا. وعندما تكون علاقتنا سلبية ومدمرة وتقصد إلى تقويض الآخر، فإن ذلك سيقوض من الكرامة الإنسانية وقيمتنا الذاتية في الحياة. وهذا المفهوم ينطبق على الفرد والجماعة والأوطان. ولقد تعلم هذا العالم هذا المفهوم بعد أن شهد حربين عالميتين وحروبا إقليمية لا حصر لها في السنوات 100 الماضية. وللأسف فإننا في هذا العالم، في هذا الجزء من العالم، في العالم العربي، لن نتعلم هذا المفهوم بعد. ولذا أصبح النقاش في مسألة تعزيز التعايش على جميع المستويات أمرا ملحا وليس شيئا من رفاهية أو الخيار. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا
يشيّد كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرامح، سامح واصفح واغفر وعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرامح، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح. يعتقد البعض أن التنوع يرادف مفهوم التعددية، ولكننا نقول أن التعددية هو مصطلح فلسفي يرتبط بإدراك دور كل من الدولة والمجتمع والمواطن بطبيعة الإنسان، والتعددية لها ملامح مؤسسية ثابتة ومستقرة، وتقترن بمدى التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. أما إدارة التنوع فهي وسيلة تخدم إدارة الصراعات أو الاختلافات الاجتماعية، وهذين المفهومين يعطينا ديناميكية للحياة العامة، بحيث نفصل ما بين التنوع كأصل طبيعي وفطري في الحياة ولا بد منه، وبين النظام أو الآلية التي يجب أن يدار بها هذا التنوع. فإدارة التنوع هي وسيلة لحل مشاكل الحياة بحيث نزيد من نتاج الجهد البشري ولا نشتته. ويقول روجيه لابونت أن التعددية توجد حيثما يوجد تنوع أيا كان الشكل الذي يتخذه، سواء هذا التنوع ديني أو عقائدي أو فلسفي أو طبقي أو حزبي. فمعنى التعددية تغير حسب إيجابية أو سلبية إدارة التنوع. إذن فشلنا في إدارة التنوع هو يعني فشلنا في إدارة التعددية. ولذا نقول إن إدارة التنوع ليس فقط احترام المعتقدات الدينية أو الأخلاقية وبحيث تصبح مقبولة، ولكن يجب التأكيد على أنه القبول حتى بالنظرات المختلفة لدورنا في الحياة. الأوطان والمجتمعات التي نجحت في إدارة التنوع هي نجحت في متابعة واستدامة التمازج السلمي بينها، ومنعت هيمنة مجتمع أو ثقافة على أخرى. من الملاحظ مثلا أن في منطقة أبيي التي ذكرناها في السودان، حينما كان يدار بها التنوع بطريقة آمنة ودون التدخلات السياسية، كانت تتميز بالتعايش والتمازج بين القبائل المختلفة. فقبائل مسيرية وقبائل الدنكا وقبائل أخرى عربية أصبحوا يمثلون خليط من السكان، كانوا متجانسين من حيث الثقافات والعادات تماما كما نرى اليوم سنغافورة وماليزيا وغيرها. فكانت السبعينات من القرن الماضي تحكي قصص تجد فيها كيف استفادت الدنكا من قبيلة المسيرية مثلا، والعكس صحيح، فأخذوا في التلاقح الثقافي والتعايش السلمي. أما التنوع العرقي بين عموم هذه المجموعات فأيضا لم يتوقف، فبجانب الإطار الثقافي والاجتماعي امتد حتى في الجوانب الاقتصادية، وقد منحت قبيلة الدنكا أراضي زراعية المسيرية الذين استقروا في منطقة الجنوب. أما أبناء الدنكا فاستطاعوا أن يفتحوا لهم مشاريع تجارية أيضا في الشمال،
وانتشرت التجارة بين الطرفين بسبب هذا النوع من إدارة التنوع. من هذه التجربة وتجارب مماثلة أيها الأحبة نؤكد أهمية إدارة التنوع بطريقة تجعل التمازج الثقافي والاقتصادي والاجتماعي أقوى من التدخلات السياسية، فيصبح المجتمع مدرك لأهمية غرس التنوع في طبيعة المواطنة وفي طبيعة الإنسان وصيغ العقود الاجتماعية والأنظمة الاقتصادية والنمو والتطور بناء على هذا النوع من التنوع. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. أختم أيها الأحبة بكلمات تروي أهمية الميل التعددية والتعايش مع كل أطراف المجتمع حتى لا نسمع ويلات الحرب التي يرددها الشاعر يوسف أبو القاسم هنا، فيقول: أنا جرح المتاهات، أنا الأشجان تعصرني، أنا الأحزان تحرقني، أنا الأوهام تغرقني فتنكرني مراياتي، أنا الطير الذي يجدو، أنا الصب الذي يهفو، أنا الإنسان في قلبي جراحاتي، أنا الآهات تعييني تحطمني تبعثرني، تمزق قلبي المواري تشطره فيشطرني، تؤججه فيسجرني لهيبا في شراييني، أنا من صان أعراض المحبين، أنا الإنسان. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين، متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.